الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم رسول الله. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد. نلتقي بكم في المحاضرة المصورة 21 ضمن سلسلة المحاضرات المصورة في مساق القانون الدولي الخاص. وفي هذه المحاضرة سنبدأ في الفصل 5 وقبل الأخير من مساق القانون الدولي الخاص، والمعنون بتنازع الاختصاص القضائي الدولي. ولن نراجع في المحاضرات السابقة بشكل مفصل كما في السابق، لأننا دخلنا موضوعا جديدا، لكن من باب التذكير فانتهينا في المحاضرات السابقة من الفصل 4 والموسوم بعنوان تنازع القوانين، وتكلمنا فيه عن مسألة التكييف، وتكلمنا عن قاعدة الإسناد ونظرية الإحالة، ثم تكلمنا عن تطبيق القانون الأجنبي وتفسيره وموانع تطبيقه، وأخيرا تكلمنا في المحاضرات السابقة بشيء من التفصيل عن قواعد الإسناد في التشريع الفلسطيني، وتكلمنا فيها عن قواعد الإسناد الخاصة بالأحوال الشخصية والتي طلبنا منكم عمل جدول وتلخيصها، وتكلمنا كذلك في قواعد الإسناد الخاصة بالأموال سواء كانت عقارات أو منقولات أو حتى أموالا معنوية، وكذلك تكلمنا عن قواعد الإسناد الخاصة بالالتزامات التعاقدية، ومن ثم تكلمنا في قواعد الإسناد الخاصة بالالتزامات غير التعاقدية كالفعل الضار والفعل النافع، وأخيرا تكلمنا عن قواعد الإسناد الخاصة بالذوات الاعتبارية. وفي محاضرة اليوم سنتكلم عن موضوع تنازع الاختصاص القضائي الدولي، وهو الفصل 5. سنتكلم في محاضرة اليوم سنتكلم في محاضرة اليوم كما أشرت سابقا عن موضوع تنازع الاختصاص القضائي الدولي. سبق أن تكلمنا في محاضرات سابقة، ولو أشرنا بشكل سريع عن أن المقصود بتنازع الاختصاص القضائي هو تحديد من هي الدولة المختصة قضائيا في نظر النزاع المشوب بعنصر أجنبي. تكلمنا قبل ذلك في تنازع الاختصاص التشريعي أو تنازع القوانين، وقلنا أن مصطلح تنازع القوانين ومصطلح تنازع الاختصاص التشريعي هي مصطلحات رديفة. مصطلح تنازع القوانين ومصطلح تنازع الاختصاص التشريعي هي مصطلحات رديفة. بالتالي لكن هنا يثور تساؤل، أيهما أسبق في الواقع العملي؟ أي المشكلتين أو أي التساؤلين يثور في الواقع العملي بشكل أسبق؟ مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق أم مسألة تحديد المحكمة المختصة؟ يعني مسألة تنازع القوانين أم مسألة تنازع الاختصاص القضائي؟ في الحقيقة وإن درسنا موضوع تنازع القوانين بشكل أسبق لأنه الأهم والأساس لهذا المساق، لكن في الحقيقة في الواقع العملي لا يمكن أن نصل إلى مرحلة تحديد القانون الواجب التطبيق إلا إذا كان النزاع معروض على قاضي. بالتالي سنكون في البداية قد حددنا من هي المحكمة المختصة أو من هي الدولة المختصة بنظر النزاع، وبعد أن نعرف من هي المحكمة أو من هي الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع، هنا ينتقل الدور إلى القاضي ليقوم هو بتحديد من هو القانون الواجب التطبيق بالاستعانة بقواعد الإسناد الموجودة في تشريعه الداخلي. طبعا مسألة تحديد الاختصاص القضائي هي مسألة حددها المشرع الفلسطيني عندنا في قانون أصول المحاكمات عندما تكلم عن الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الفلسطينية، نظم هذه المسألة بنصوص ناظمة وضابطة لهذا الموضوع.
سنتكلم في هذا الفصل عن في عدة مباحث. سنتكلم في المبحث الأول عن المبادئ العامة للاختصاص القضائي الدولي، يعني ما هي الاختصاص القضائي الدولي، مفهومه، ما يشتبه به من موضوعات، ومدى إلزاميته. وسنتكلم في المبحث الثاني في موضوع الاختصاص القضائي للمحاكم الفلسطينية على وجه الخصوص. وفي المبحث الأخير سنتكلم عن عوارض الاختصاص القضائي الدولي، عوارض أو موانع تأتي بنفس المعنى. وأخيرا في المبحث الرابع سنتكلم عن آليات وإجراءات السير في الدعوة الدولية. أما في محاضرة اليوم فسنكتفي بالمبحث الأول الموسوم بعنوان المبادئ العامة للاختصاص القضائي الدولي. قلنا أننا سنتكلم في المبحث الأول عن مفهوم الاختصاص القضائي الدولي، ومن ثم ما يشتبه به من مصطلحات قريبة، وأخيرا مدى إلزامية قواعد الاختصاص القضائي الدولي. بداية في مسألة تعريف الاختصاص القضائي أو مفهوم الاختصاص القضائي الدولي، يرى بعض الفقه بأن الاختصاص القضائي الدولي يقصد به هو السلطة التي يخولها أو يخولها المشرع لجهاز قضائي تابع لدولة ما، بهدف الفصل في المنازعات التي يشوبها عنصر أجنبي في إطار القانون الدولي الخاص. يعني باختصار يقصد بالاختصاص القضائي الدولي من هي أو من هو الجهاز القضائي في أي دولة المختص بنظر هذا النزاع المشوب بعنصر أجنبي. يعني لو ضربنا مثال كما هو موضح في الصورة، نزاع بين فلسطيني وطبيب أردني بسبب إهمال طبي أثناء عملية جراحية تمت في الجزائر. فإذا كان القانون المختص أو القانون الواجب التطبيق هو القانون الجزائري لأنه قانون البلد الذي وقع فيه الفعل الضار، فالتساؤل الذي يطرح نفسه هنا، هل ينعقد الاختصاص القضائي للقضاء الجزائري كذلك، أم يمكن أن يلجأ المتضرر إلى القضاء الأردني أو الفلسطيني؟ بالتالي هذا ما سنعرفه في هذه المحاضرة والمحاضرات القادمة. بالتالي يقصد بالاختصاص القضائي الدولي تحديد الجهاز القضائي التابع لدولة معينة، وتحديد هل هو المختص أم لا. يعني إذا عرفنا في المحاضرات السابقة من هو القانون الواجب التطبيق على النزاع، سنعرف في محاضرة اليوم والمحاضرات القادمة إن حدث لدينا نزاع مشوب بعنصر أجنبي، من هو القضاء المختص؟ هل القضاء الجزائري أم القضاء المصري أم القضاء الفلسطيني أم القضاء الأردني وهكذا. ولمعرفة مدى أهمية تحديد الاختصاص القضائي، يسوق لنا الفقه مثال بأنه لو أن إيطاليا مقيم في مصر ورفع دعوى أمام المحاكم المصرية طالبا التطليق من زوجته الإيطالية، فإن القاضي المصري لو طبق قواعد الإسناد المصرية وهي تقضي بتطبيق قانون كما تعلمنا هي متشابهة مع قواعد الإسناد الفلسطينية، حيث أن قواعد الإسناد المصرية تقضي بتطبيق قانون جنسية الزوج أي القانون الإيطالي، ستكون النتيجة أن القانون الإيطالي لا يسمح بالتطليق، وبالتالي لن يحكم القاضي المصري بالتطليق. بينما لو أن هذا الإيطالي ذاته وفي نفس القضية، وهذا الإيطالي يقيم في مصر، لكن في ذات القضية رفع القضية أمام المحاكم الإنجليزية، فإن المحاكم الإنجليزية أو القاضي الإنجليزي سيعود لقواعد الإسناد الإنجليزية وهي تقضي بتطبيق قانون الموطن، قانون موطن الزوج وليس قانون جنسيته، وسنجد أن الزوج الإيطالي يقيم في مصر. فإذا كان القاضي الإنجليزي سيطبق قانون موطنه يعني قانون مكان إقامته، فبالتالي سيطبق القانون المصري، والقانون المصري يسمح بالتطليق. بالتالي نرى أن مسألة تحديد القضاء المختص مسألة غاية في الأهمية، وتنعكس بشكل كبير على شكل وعلى نتيجة الحكم النهائي. ففي المثال السابق نجد أن القاضي المصري
لن يسمح بالتطليق، بينما القاضي الإنجليزي سيسمح بالتطليق، وهي القضية نفس القضية ونفس الحيثيات ونفس أطراف النزاع ولم يختلف فيها شيء. بالتالي مسألة تحديد من هو القضاء المختص هي مسألة خطيرة جدا وفي غاية الأهمية. طيب الآن سنتكلم في المطلب الثاني، التمييز بين الاختصاص القضائي الدولي وبين المصطلحات المشابهة. قد يحدث لبس لدى البعض، طب يا دكتور ما هو الفرق بين الاختصاص القضائي وبين تنازع الاختصاص القضائي وتنازع الاختصاص التشريعي؟ في هذا المطلب سنجيب عن هذا التساؤل. بداية سنبحث في وجه الشبه بين الاختصاص القضائي الدولي والاختصاص التشريعي الدولي. قلنا أن الاختصاص، مصطلح الاختصاص التشريعي الدولي، نقصد به تنازع القوانين، نقصد به تنازع القوانين. فبالتالي لو سمعنا مسألة تنازع الاختصاص التشريعي الدولي نقصد به تنازع القوانين، يعني من هو القانون الواجب التطبيق على النزاع. بينما مصطلح تنازع الاختصاص القضائي الدولي من يعني يقصد به من هو الجهاز القضائي المختص بالفصل في النزاع. مرة نتساءل من هو القانون الواجب التطبيق، ومرة نتساءل من هو القضاء المختص بالفصل في النزاع. لكن رغم أنه في نوع من التشابه بينهم إلا والاثنين يكملوا بعضهم البعض، لكن هناك العديد من الفروق بين الاختصاص التشريعي والاختصاص القضائي الدولي. أول فرق بينهم أن قواعد الإسناد في تنازع القوانين لا تعطينا حلا للنزاع بشكل مباشر، لأنه كما درسنا في خصائص قاعدة الإسناد أنها قاعدة غير مباشرة، لا تعطينا حل ولكنها ترشدنا إلى القانون الواجب التطبيق. بينما قواعد الاختصاص القضائي تحيل القاضي إلى اختصاصه بشكل مباشر وتحدد الحالات التي يكون فيها القاضي مختصا بشكل مباشر. قواعد الإسناد لها وظيفة ثنائية، فهي مزدوجة الجانب كما درسنا في خصائص قاعدة الإسناد، لأنها في حالة معينة قد تحدد أن القانون الوطني هو الواجب التطبيق، وفي حالات أخرى تحدد أن قانونا أجنبيا هو الواجب التطبيق. بينما قواعد الاختصاص القضائي الدولي تحدد للقاضي الوطني متى يكون مختص، ولا تحدد للأجهزة القضائية الأجنبية متى تكون مختصة. بالتالي تنازع الاختصاص أو قواعد الاختصاص القضائي قواعد أحادية الجانب، ليست ثنائية الجانب، هي فقط مهمتها أن تحدد للقاضي الفلسطيني متى يكون مختص، أما هي ليس لها علاقة بالقضاء الأجنبي. أما قواعد الإسناد الفلسطينية فأحيانا تحدد أن القانون الوطني هو الواجب التطبيق، وأحيانا تحدد لنا أن قانونا أجنبيا هو الواجب التطبيق. لكن يثور لدينا تساؤل، هل يوجد تأثير متبادل بين الاختصاص القضائي الدولي والاختصاص التشريعي؟ يعني هل هناك تلازم؟ يعني لو أن الاختصاص القضائي انعقد للمحاكم الجزائرية، هل بالضرورة أن القاضي الجزائري سيطبق القانون الجزائري؟ والعكس صحيح، هل لو أن القانون المختص أو القانون الواجب التطبيق هو القانون المصري، هل المحاكم المصرية هي التي ستكون هي المختصة بنظر النزاع؟ طبعا بالتأكيد الإجابة على هذا التساؤل بالنفي، قطعا لا يوجد تلازم بين الاختصاص القضائي الدولي والاختصاص التشريعي. يعني ليس بالضرورة إذا كانت المحاكم الجزائرية هي المختصة أن يكون القانون الجزائري هو المختص، وإلا لما درسنا قواعد الإسناد. لكن يوجد تأثير ولو بالحد الأدنى، وسنرى بعد قليل مدى أو حدود أو نطاق هذا التأثير، لكن كأصل عام لا يوجد تلازم بين الاختصاص القضائي والاختصاص التشريعي. يعني ليس بالضرورة إذا كانت المحاكم الفلسطينية هي المختصة أن يكون القانون الفلسطيني هو الواجب التطبيق، بل قد يكون القانون العراقي أو القانون المصري أو البلجيكي أو غيره من القوانين. لكن في الحقيقة يستطيع القاضي إذا انعقد الاختصاص القضائي مثلا للقاضي الفلسطيني
هل يستطيع القاضي الفلسطيني بحنكته بذكائه بسلطاته الواسعة، هل يستطيع أن يعقد الاختصاص التشريعي أيضا للقانون الفلسطيني؟ يعني يصبح الاختصاص القضائي للمحاكم الفلسطينية ويصبح القانون الواجب التطبيق هو أيضا القانون الفلسطيني، هل يمكن ذلك؟ هل يستطيع القاضي؟ نعم يستطيع، وبكل سهولة من خلال مسألتين سبق أن درسناهما في المحاضرات السابقة. المسألة الأولى مسألة التكييف، اتفقنا على أن القاضي هو صاحب الاختصاص الأصيل في مسألة التكييف، وقلنا أن القاضي لو كيف النزاع بطريقة معينة سنصل إلى أن القانون الواجب التطبيق مثلا هو القانون المصري، ولو كيف النزاع بطريقة أخرى ممكن أن نجد أن القانون الواجب التطبيق هو القانون الفلسطيني، قانونه هو. بالتالي طالما أن مسألة التكييف مهمة من مهمات القاضي الأساسية، بالتالي يمكن للقاضي بذكائه بحنكته بطرقه بسلطته الواسعة يمكن أن يجير هذه المسألة ليجعل أن القانون الواجب التطبيق هو القانون الفلسطيني. فلو أنه كيف مسألة معينة، مثلا طبيب أجرى عملية جراحية وأخطأ أثناء قيامه بالعملية، قد يكيف القاضي هذا الخطأ على أنه مسؤولية عقدية، وقد يكيف على أنه مسؤولية تقصيرية. إذا كيف على أنه مسؤولية عقدية حنروح على قواعد الإسناد الخاصة بالمسؤولية العقدية، وإذا كيف على أنه مسؤولية تقصيرية فعل ضار حنروح على قواعد الإسناد اللي تتكلم عن الفعل الضار. بالتالي مسألة التكييف تجعل للقاضي سلطة في أن يجير القانون الواجب التطبيق، ويجعل كما أن له الاختصاص القضائي يجعل أن الاختصاص التشريعي ويجعل القانون الواجب التطبيق هو القانون الفلسطيني. المسألة الثانية التي يمكن للقاضي من خلالها أن يجعل القانون الواجب التطبيق هو قانونه هو، قانون بلده هو وليس قانونا أجنبيا، مسألة النظام العام التي تكلمنا عنها سابقا اللي قلنا هي من موانع تطبيق القانون الأجنبي. فلو أن القاضي الفلسطيني مثلا تحجج أو تذرع بأن القانون الأجنبي الواجب التطبيق فيه مخالفة للنظام العام عندنا في فلسطين، قد يتمكن من خلال هذه الحجة وهذه الذريعة من استبعاد القانون الأجنبي واللجوء لتطبيق مثلا قواعد قانونه الوطني. بالتالي مسألة استبعاد القانون الأجنبي وسلطة القاضي فيها أيضا هي ثغرة أخرى يمكن أن تسمح للقاضي أن يجمع في يده الاختصاص القضائي وكذلك الاختصاص التشريعي، وذلك من خلال جعل قانونه الوطني هو القانون الواجب التطبيق. وبذلك نرى بأنه وإن كان الأصل أنه لا تلازم بين الاختصاص القضائي والاختصاص التشريعي، بمعنى لو أن الاختصاص القضائي انعقد للقضاء الفلسطيني ليس بالضرورة أن القانون الواجب التطبيق هو القانون الفلسطيني، لكن رأينا وإن كان هذا هو الأصل أن القاضي بما لديه من سلطات واسعة في مسألة التكييف وفي مسألة استبعاد القانون الأجنبي بحجة تعارضه مع النظام العام، رأينا أن في هاتين المسألتين سلطة واسعة للقاضي يمكن من خلالهم أن يجعل في يده الاختصاص القضائي وأيضا الاختصاص التشريعي. طب سؤال آخر، هل هناك تشابه بين الاختصاص القضائي الدولي والاختصاص القضائي الداخلي؟ طبعا وإن كان هناك تشابه في المصطلحات بشكل كبير إلا أن بينهما فرق. الفرق الأول بينهما أن تنازع الاختصاص القضائي الدولي تظهر الحاجة له إذا كانت العلاقة أو النزاع بها عنصر أجنبي، يعني في المسائل أو في النزاعات اللي فيها عنصر أجنبي أنا في الحالة هذه بدي أتكلم عن تنازع اختصاص قضائي دولي. أما إذا كان النزاع وطني بحت فيش فيه أجانب ولا العلاقة فيها أي صلة خارج البلد، بالتالي أنا بتكلم عن تنازع اختصاص قضائي داخلي. في الفرض الأول اللي فيه عنصر أجنبي أنا حتكلم من هو القضاء المختص، فلسطين ولا مصر ولا العراق، لكن لو كان النزاع وطني حتكلم من هي المحكمة المختصة، محكمة رفح ولا خان يونس ولا غزة ولا الشمال. بالتالي هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني بينهما أن قواعد الاختصاص الدولي
تحدد اختصاص محاكم دولة معينة بشكل عام. يعني نقول في 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 مسائل في مسائل في المسائل والنزاعات المشوبة بعنصر أجنبي أن مثلا القضاء المختص القضاء المصري بشكل عام، القضاء الأردني بشكل عام، القضاء الفلسطيني بشكل عام، هذا هو المطلوب مبدئيا. لكن في 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 تنازع الاختصاص القضاء الداخلي مش 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 مقبول مني أقول المحاكم المختصة والله محاكم قطاع غزة أو محاكم خان يونس أو محاكم رفح أو محاكم الشمال، لا، بدي أقول لا، المحكمة المختصة في إطار النزاع الداخلي هي محكمة بداية غزة، هي محكمة صلح غزة، هي محكمة صلح رفح، هي محكمة صلح الشمال. يعني في النزاعات الوطنية علي أن أحدد المحكمة بشكل دقيق بالاسم بالمنطقة على وجه الدقة. أما في تنازع الاختصاص القضاء الدولي فيكفي مني أن أحدد القضاء التابع لأي دولة فقط، القضاء المصري، القضاء الأردني، القضاء الجزائري وهكذا. طيب المسألة الأخيرة قبل أن نختم، مدى إلزامية قواعد الاختصاص القضاء الدولي؟ يعني هل القاضي مختص؟ هل الأفراد ملزمين بالانصياع لقواعد الاختصاص القضاء الدولي؟ طبعا المسألة لا يمكن أن نجيب عليها بنعم أو لا، المسألة فيها كلام وفيها نظر. دائما قواعد الاختصاص القضائي وتحديد المحكمة المختصة في الغالب وفي المجمل هذه مسائل متعلقة بالنظام العام، يعني القضاء والتشريع في معظم الدول لا يسمح للأفراد أن يختاروا المحكمة التي يريدوا على هواهم. هذه مسألة في المجمل في الغالب متعلقة بالنظام العام، وكل مسألة متعلقة بالنظام العام هي متعلقة بالمصلحة العامة، وكل مسألة متعلقة بالمصلحة العامة فهي قاعدة آمرة، وطالما أنها قاعدة آمرة بالتالي لا يجوز مخالفتها مطلقا. لكن علينا أن نوضح هذه المسألة. البند الأول أو المسألة الأولى، إذا نص المشرع الفلسطيني على اختصاص المحاكم الفلسطينية، يعني إجا قال في البند في الحالات الآتية 1 2 3 4، في هذه الحالات ينعقد الاختصاص بشكل أصيل للمحاكم الفلسطينية، هنا هذه قاعدة آمرة لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها. لكن أحيانا يترك المشرع الفلسطيني أو غيره من التشريعات يترك الحرية للأفراد كما سنرى في المحاضرة القادمة. يعني خلاصة الكلام، إذا نص المشرع بشكل واضح على أن المحاكم الفلسطينية تكون مختصة بنظر النزاعات الآتية 1 2 3 4، في هذه الحالة ولأن النص واضح لا يجوز أن نخالف ما نص عليه المشرع لأن ذلك من قواعد النظام العام. لكن إذا المشرع الفلسطيني نفسه لم ينظم هذه الحالة أو أنه ترك الحرية للأفراد كما سنرى في المحاضرات السابقة، في هذه الحالة يكون المشرع سكوته أو عدم نصه تمام، يكون هو قد ترك المجال وقد ترك الحرية للأفراد، بالتالي في هذه الحالة يكون للأفراد الحق ويكون أو تكون لهم الحرية في اختيار القانون أو في اختيار المحكمة أو القضاء المختص، فلهم أن يذهبوا إلى القضاء الفلسطيني أو إلى القضاء المصري إذا كان أحد الأطراف مصري مثلا، أو إذا كانت العملية أجريت في الجزائر يجوز له أن يذهب إلى القضاء الجزائري. لكن إذا نص المشرع الفلسطيني أن القضاء الفلسطيني هو صاحب الاختصاص الأصيل في هذه الحالة، هنا لا يمكن للأشخاص أن يجتهدوا. لكن إن سكت أو ترك لهم الخيار، هنا هذه قاعدة مكملة، وهنا المشرع بإرادته الحرة ترك المجال للأفراد، بالتالي يجوز لهم أن يختاروا قضاء آخر غير القضاء الفلسطيني. بذلك نكون قد انتهينا من المحاضرة الأولى من الفصل الخامس والموسوم بعنوان الاختصاص أو تنازع الاختصاص القضائي الدولي، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ونراكم في المحاضرات القادمة إن شاء الله رب العالمين.